السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. سنواصل اليوم بإذن الله مراجعة اللغة الفرنسية الجزء الثالث. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la révision de la langue française, troisième année primaire, troisième trimestre, troisième partie. الاسم المذكر والاسم المؤنث. Le nom masculin et le nom féminin. Le genre du nom est نوع الاسم. Un nom est masculin si on peut écrire devant lui le mot « le » ou le mot « un ». يعني يكون الاسم مذكراً إذا استطعنا كتابة أمامه كلمة « le » أو « un ». Un nom est féminin si on peut écrire devant lui le mot « la » ou le mot « une ». والاسم المؤنث يكون مؤنثاً إذا استطعنا كتابة أمامه كلمة « la » أو « une ». تقريبا مثل اللغة العربية نستطيع التفريق بين المذكر والمؤنث في اللغة العربية باستعمال اسم الإشارة هذا للمذكر واسم الإشارة هذه للمؤنث. الآن ما هو الفرق بين المذكر والمؤنث في اللغة الفرنسية وكيف أستطيع تحويل المذكر إلى المؤنث أو العكس؟ تابعوا معي. القاعدة العامة تقول أننا نضيف الحرف أ في نهاية الكلمة لتحويلها من المذكر إلى المؤنث. لاحظوا معي هذه الأمثلة. أميغا إي ما، بما أن أميغا مؤنث أختار كوزين التي تنتهي بحرف أ في النهاية. لو قلت كوزا لكان مذكر، لو كان أمير لقلت إي مون كوزان. هنا أميغا est une fille donc je choisis la réponse celle qui a un E à la fin. Je dis, Amira est ma cousine. لو طلب مني التحويل من المذكر إلى المؤنث بين في الكلمة cousin أضيف فقط الحرف E في نهاية الكلمة. هنا أيضا Omar est mon Omar مذكر إذا أختار voisin وليس voisine. هنا التحويل من المؤنث إلى المذكر أنزع الحرف E. Voisine, مؤنث, voisin, مذكر. Puis le mythal akhir. Ma sœur est... On me demande de choisir entre pharmacienne et pharmacien. Je choisis pharmacienne. Pourquoi? Parce que ma sœur est féminin. Akhtar kalimat pharmacienne. Allati tentahi biharf e fini hayat kalima. Limada li anna ma sœur مؤنث. Ma sœur est la pharmacienne du quartier. خلاصة القول أن في القاعدة العامة التحويل من المذكر إلى المؤنث أضيف الحرف أ في نهاية الكلمة، لكن لا أستطيع تطبيق هذه القاعدة على كل الكلمات، فبعض الكلمات لا نكتفي بإضافة الحرف أ لها حتى نحولها إلى المؤنث. لاحظوا معي هذا المثال. Le couturier يعني الخياط هو اسم مذكر، عندما أحوله إلى المؤنث يصبح La couturière. ما هو الفرق بين المذكر والمؤنث؟ ماذا أضفت حتى أصبح مؤنث؟ لاحظوا هنا هذا الاسم le couturier الخياط آخر أواخر الكلمة هنا هو IER. لاحظوا الفرق، أضفت الأ كالمعتاد لأحوله إلى المؤنث، ولكن هناك اختلاف آخر وهو l'accent grave. لاحظوا كيف أضفتها فوق الأ. إذن أعيد كتابة نفس الكلمة، كل الكلمات التي تنتهي بـ IER أو ER أيضا أعيد كتابة نفس الكلمة وأضيف الـ E كالمعتاد وأيضا أضيف l'accent grave فوق الـ E، وطبعا أغير الـ determinant. هنا le يصبح la، لو كان عندي هنا un تصبح une. لاحظوا المثال الآخر. Un infirmier ممرض تنتهي الكلمة بـ IER عندما أحولها إلى المؤنث أعيد كتابة نفس الكلمة الـ un تصبح une le déterminant change du masculin au féminin وهنا أعيد كتابة نفس الكلمة IER أضيف الـ E كالعادة وأيضا أضيف l'accent grave فوق la voyelle E. إذن القاعدة تقول أن الكلمات التي تنتهي بـ IER و ER عندما أحولها من المذكر إلى المؤنث أضيف الـ E كالمعتاد وأضيف l'accent grave فوق la voyelle E.
لاحظوا معي مثال آخر. Un coiffeur, حلاق. عندما أحوله إلى المؤنث, une coiffeuse, حلاقة. هنا اسم مذكر أحوله إلى المؤنث. ولاحظ أن أواخر الكلمة هي e, u, r, eur. تتحول من المذكر إلى المؤنث إلى euse. إذن الكلمات التي تنتهي ب e, u, r أحولها إلى المؤنث بنزع الحرف r وأعوضه بالحرف s وأضيف ال e. eur تصبح euse. coiffeur تصبح coiffeuse. لاحظوا مع المثال الأخير. Un dessinateur, رسام. هذا اسم مذكر وحوله إلى المؤنث ويصبح une dessinatrice, رسامة, وهو اسم مؤنث. إذا لاحظوا أن كلمة dessinateur تنتهي ب E-U-R, لكنني لم أطبق القاعدة التي طبقتها في كلمة un coiffeur. لماذا؟ لأن dessinateur ينتهي ليس ب E-U-R فقط ولكن ب T-E-U-R. الكلمات التي تنتهي ب T-E-U-R تحول إلى تريس أو أضيف لها تريس في نهاية كلمة المؤنث. هنا un dessinateur المؤنث une dessinatrice. مثلا أقول un acteur ممثل une actrice. إذن الكلمات التي تنتهي ب T-E-R ما عدا شانتور أطبق عليها قاعدة التي طبقناها هنا وتصبح شانتوز. ما عدا هذه الكلمة الكلمات التي تنتهي ب T-E-R تحول إلى تريس. ريكابيتولان, خلاصة القول. Le féminin des noms, يعني عندما أحول من المذكر إلى المؤنث أو استخراج مؤنث الكلمات, أغلبية الكلمات أعيد كتابة نفس الاسم وأضيفه la voyelle e. لكن بعض الكلمات تخرج عن هذه القاعدة مثل تلك التي تنتهي بالأحرف e u r, يعني eur, تحول إلى المؤنث بإضافة euse. أما الكلمات التي تنتهي ب teur تصبح في المؤنث تريس. الكلمات التي تنتهي ب e r تصبح r, أضيف ال e و l'accent grave فوق la voyelle e. أيضا التي تنتهي ب ier أضيف ال e في نهايتها و l'accent grave فوق e. بعض الكلمات عندما نحولها من المذكر إلى المؤنث تتغير جذريا مثل un garçon مذكر. عندما أحولها إلى المؤنث أقول une fille, تغيرت جذريا. وبعض الكلمات التي لا يطرأ عليها أي تغيير مثل un élève مذكر أحولها إلى المؤنث تصبح une élève. لا يتغير أي شيء في كلمة élève, فقط le déterminant qui change. Le singulier et le pluriel, المفرد والجمع. تعلمنا سابقا كيفية التحويل من المفرد إلى الجمع وقلنا أن القاعدة تقول en général les noms forment leur pluriel en ajoutant un s au singulier, يعني الكلمة عندما تكون في المفرد أضيف لها الحرف s في نهايتها وهكذا نكون قد حولناها من المفرد إلى الجمع. مثلا un jouet مفرد لعبة, des jouets, un حولناها إلى الجمع فأصبحت des, وأضفنا نفس الكلمة نعيد كتابتها وأضيف الحرف S في نهايتها. une fourchette شوكة, des fourchettes, أضفت ال S. une chaise كرسي, des chaises, أضفت ال S. une table طاولة, نفس الكلمة أضيف لها الأس أغير لو ديتيرمينون يصبح دي وأضيف الأس. un livre كتاب, un il devient des livres, je rajoute un S. وهكذا يتم التحويل من المفرد إلى الجمع. لكن هناك كلمات لا تقبل هذه القاعدة, مثلا الكلمات التي تنتهي ب AU والكلمات التي تنتهي ب EAU. Les noms se terminant par AU, yani O, le son O, et EAU prennent un X au pluriel. Ma ada kalimat londo. Yani kul el kalimat allati tentahi bi AU wa tentahi bi EAU, indama uhawiluha min al mufrad ila al jam', ma ada af'al? Udifu X wa laysa S.
وهناك كلمات أخرى تنتهي ب EU. هذه الكلمات أيضا عندما أحولها من المفرد إلى الجمع أضيف لها الحرف X ما أدى الكلمتان bleu و pneu تنتهي ب EU لكن عندما أحولها إلى الجمع أضيف الأس كما عرفنا في القاعدة الأساسية Les noms se terminant par EU prennent un X au pluriel sauf bleu, اللون الأزرق, pneu, العجلة. إذن لو طلب مني تحويل كلمة ما من المفرد إلى الجمع أتحقق من نهاية هذه الكلمة إذا كانت تنتهي ب AU أو EAU أو EU ما عدا الكلمات التالية لوندو بلو بنو ماذا أفعل؟ أضيف مباشرة الحرف X أما الكلمات الأخرى التي لا تنتهي ب AU ولا ب EAU ولا ب EU أضيف الحرف S لاحظوا معي هذه الأمثلة التي أخذت من الكتاب المدرسي Un chapeau ماذا قلنا؟ قلنا أتحقق من نهاية الكلمة إذن هنا تنتهي ب EAU مباشرة أضع X في الجمع Des chapeaux وشيء آخر عندما يكون le déterminant 1 الجمع يكون دي لو كان le chapeau لكتبت les chapeaux هنا أيضا un pneu قلنا بأن الكلمات التي تنتهي ب EU أتحقق من نهاية الكلمة أجدها EU القاعدة تقول أن الكلمات التي تنتهي ب EU تأخذ أضيف لها الحرف X عندما أحولها إلى الجمع ما عدا الكلمتان pneu و bleu إذن هنا pneu هذه خارج القاعدة يعني أضيف لها S كما تعلمنا في القاعدة الأساسية Un pneu Des pneus أضيف الأس Un oiseau أتحقق من أواخر الكلمة هنا الكلمة تنتهي ب EAU في الجمع أضيف X هنا أيضا Un noyau إذن Un noyau أتحقق من نهاية الكلمة أجدها أنها تنتهي ب AU أتحقق من أنها ليست خارج القاعدة عفوا الكلمة التي تخرج عن القاعدة هي كلمة لوندو إذن هذه تأخذ X كما تنص القاعدة Les pronoms personnels أي الضمائر لاحظوا معي هذا المثال سوفيان دون دو لي أو فو إيل دون دو لي أو فو يعني عوضت سوفيان بإيل لأنه مذكر قلت عنه إيل يعني هو لاحظوا معي المثال التالي أمين إغافيك sont de bons jardiniers. Ils sont de bons jardiniers. يعني قمت بتعويض أمين et Rafik ب il le pronom personnel il au pluriel avec s à la fin. باللغة العربية أقول هما. إذن المثنى في اللغة الفرنسية يعتبر جمع. ليس هناك مثنى في اللغة الفرنسية يعتبر جمع. أقول il au pluriel avec s à la fin. عندما كان مفردا قلت il il وعندما أصبح مثنى أو في الجمع أكتبه أضيف الاس à la fin لاحظوا معي هذا المثال أيضا les hommes sont de bons jardiniers ils sont de bons jardiniers هم إذن المثنى والجمع تعتبر في اللغة الفرنسية جمع أكتبها il avec s à la fin لاحظوا معي أيضا هذا المثال les plans sont dans le carton ils sont dans le carton ايضا الجمع لغير العاقل لان les plans هي النقلات الجمع لغير العاقل ايضا في اللغه الفرنسيه تكتب ضمير الخاص بها هو il avec s à la fin اذا ضمير المذكر هو il وضمير الجمع المثنى والجمع ايا كان ذلك الجمع هو il avec s à la fin والآن سنتعلم ضمير المؤنث في المفرد والجمع لاحظوا معي هذا المثال tante Noël prépare des beignets elle prépare des beignets لاحظوا أنني قمت بتعويض tante Noël بالضمير elle يعني هي لاحظوا معي المثال التالي Amina et Camélia marchent lentement dans la rue elle marche lentement dans la rue أضفت الحرف s
للضمير الأول عندما كان مفرد كان ال أ دوز ال أ، وعندما أصبح جمع يعني في اللغة الفرنسية قلنا أن ليس هناك مثنى، دائما يوجد جمع، أضفت الحرف أس. هما في اللغة العربية للمثنى، لكن في اللغة الفرنسية لا يوجد مثنى، كلها جموع، أضفت الحرف أس، أ دوز ال أ et S à la fin. لاحظوا معي هذا المثال أيضا. Les filles respirent doucement l'air de la rue. Elles respirent doucement l'air de la rue. يعني عوضت كلمة les filles بالضمير elle avec S à la fin في الجمع. لاحظوا أيضا المثال الأخير هنا. Les fleurs sont belles. Elles sont belles. مما يعني أنني عوضت كلمة les fleurs بالضمير المؤنث في الجمع L avec S à la fin لأنها جمع أضفت S à la fin. هذا يعني أننا أقول L بدون S هنا E دوز L E للمفرد المؤنث المفرد ضمير المؤنث المفرد، لكن في المثنى والجمع والجمع الغير العاقل أستعمل L E دوز L E وال S التي تفيد الجمع. للسينونيم et les antonymes. Un synonyme معناها المرادف و الانتونيم معناها ضد الكلمة. لاحظوا معي هذه الأمثلة أخذت من الكتاب المدرسي. En mars, la rose est belle. في شهر مارس الوردة جميلة. La rose est jolie. Belle et jolie هما كلمتان مترادفتان. يعني ce sont des synonymes. Belle égale jolie. أي جميلة أو حسناء. Zineb est contente. Zineb est heureuse. Contente et heureuse sont des synonymes. لهما نفس المعنى. مرادفات. Contente égale heureuse, سعيدة أو فرحة. لاحظوا هنا ضد الكلمة أو les antonymes. Un grand garçon. ولد كبير. ضدها un petit garçon. يعني كبير هي ضد كلمة صغير. Un garçon maigre. ولد نحيف. ضدها un gros garçon ولد بدين يعني maigre هي ضد كلمة gros. Ce sont des antonymes. لاحظوا هنا il est le dernier هو الأخير ضد هذه الكلمة. Il est le premier هو الأول يعني le dernier ضدها le premier. Ce sont des antonymes. Un peu beaucoup ضد كلمة un peu هي beaucoup. هذه الكلمات c'est des antonymes. أما هذه الكلمات التي لها نفس المعنى هي أو المرادفات هي لسينونيم. من المستحسن حفظ هذه الكلمات، فلربما طلبت من التلميذ استخراجها من النص في اختبار اللغة الفرنسية. وهكذا نكون قد انتهينا من مراجعة اللغة الفرنسية. ترقبوا الفيديو القادم عن كيفية حل نماذج الاختبارات مع الشرح. إذا أعجبكم هذا الفيديو فشاركوه لتعم الفائدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.